السعيد اني الان هو ليس سعيدا في هذه المباراة، لكن امام منتخب بلادي لا ولا سأكون فريق، سأكون فرحان. الله الله سواها ولد العراق، سواها ولد العراق ورفعت الراس، سواها ولد العراق ورفعت الراس وسجل الهدف الرابع في هذه المباراة. جول للبلادي، هدف للعراق، هدف لأسود الرافدين أيمن حسين. يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين أيمن حسين، يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين. وهدف ثاني لأيمن ورابع الأهداف لأسود الرافدين. شوف الكرة الماضية، وبالتالي خطف الكرة وضرب الكرة وسجل الكرة، وهدف رابع لأسود الرافدين. ثقيلة يا اليمن، ثقيلة يا يمن. هذه الكلمات اللي طرحها ميروسلاف سوكو بعد